بصرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة لك نقدم ما يسرك من برامج. أنا أهم شيء أبغى نبتعد عن اللغة السيئة، لغة النقد. نحب النقد البناء لكن لا نحب النقد الهادئ. هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل على الله وهو في لذة لا يعلم به إلا الله، ويسمع صراخ طفل وبكاءه فيستعجل بالصلاة، كل ذلك رحمة بهذا الطفل. شخصية الفتاة تكمن منذ صغرها على أن اللمس المباشر من أبويها يعطيها نوع من الثقة بنفسها. أنا أتمنى من كل أب وأم أنه يعي المرحلة التي نعيشها الإسلام مع التطور، لكن التطور إذا بدأ يخرق سفينة الاستقرار لا نريده. ما أجمل أن نتعلم لغة التنازل، إذا غضبت رضيني وإذا أنا غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب. يجلب هموم ونكادة الله يدي. حدثني الزمن قريبا في رمضان على قناة الأنس الفضائية.